الله الرحمن الرحيم. ويشترط قصده. ايه ترابي. ده بي قصدك. دليل البيتسية ده بي قصدك. قصد الشرطة. قصد الشرطة. لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. إيه فتيمموا وزك سقولك وأخوانا لقصدك. دو تيمموا بك فتيمموا. لأي أقصدوه بالنقل بالعضوي. معناه يا أقصدوه بالنقل أن قصدي التراب بك اتيمم بك بالنقل نقل بك أو توزي بالعضوي أجب عضو كيبي أو إليه يعني إلى العضوي. يا عضوك بيني بس يا زار هي توز دست خوبة توزة داديني زار جوية توزة كيديني بس أعبو داديني أجل مادم وابي قصدي بوي أقل ببي قصد بي ديارة درستنية ونيا فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزي فلو سفته أي ترى فلو سفته أي ترابا ريح عليه أقر باهق ليدا با ليدا با ليدا توزكي هنا توزكي هنا عليه أي على وجهه أو يده هنا سر دستكي أي فردده على العضوي أو شهرست أو هاي ليكر أتو سبابه ونوانيته هنا لم يجزي لو لانتفاع القصد بانتفاع النقل المحقق له سمك قصد نية له سمك نقل نية هذه نقل محقق قصده وإن قصد بوقوفه في مهبها التيمم ولو بقصدش سو تبرتو زباي يا رسول الله قلت لي عند رتو زباي وبيبم قريتو لو لأنه في الحقيقة لم يقصد التراب سنشي أو ما قصد التراب نكردي وإنما أتاه لو لما قصد الريحة أتو قصدي توزبات كدي هو قصدي توزيت ممد نكر ومن ثم لو أخذه من العضو ورده إليه أو يك أو توز كتوز كتسا دستي أو زاري لدستي هنا بتسا أخوي ده هنا أو قبور عن قبورنيا بفكرته أبي قبور تقصدي أو يبري أو يك أو يك أو سفته على اليد يان لو أخذه من العضو ورده إليه على عضوي لو عضوي توزع لو رمتي دا أو هرست أو هاي كردو بتساوي خوي داهينا أو يك أو يك أو درستا بلا درستا أو سفته على اليد أو زارته زبا على دستي دا فمسح بها وجهه مثلا أو مسح وجهي كده أو درستا قصدي كده أو أخذه من الهواء ينتو زبابه دستكت أوها بتوزباي دا هنا ومسح به مسحتكت أوش درستا أوسي ونيا مع النية المقترنة بالأخذ نيتي إش دقا أخذي هبو لچندري في غير الثانية لغير سورة الدومين سفره على اليد أولو دري في غير الثانية سنشي أوي ثاني أخذي تلانية ليه أما السورة كانوا لتجمال ومن ثم لو أخذه من العضو أو أخذه لبادر أو أخذه من الهواء أو أخذه أو صفته على اليد أخذ تدانية أو زي ليه دري مع النية المقترنة بالأخذ فلن أخذك في غير ثانية ورفع اليد للمسح فيها دستخوش برند كدلو مسح كفى أولو لو سورتان همان كافية لوجود النقل المقترن بالنية حينئذ وظاهر يعني قوان استفدهوش نيتي قرأك بلا أبيش قصدي تيدا أبيش قصدي تيدا أدي وظاهر أنه لو كثف التراب في الهواء توزو باعش إكزار بقوة بو فمعك وجهه فيه أو هاي كرده أو هاي كرده لأنه توزو باعكي أو اش درستا أجزاء أيضا كما لو معكه بالأرض أقد استخو بحدي دابيني أن برمومة تخو بحدي دابيني أو اش درستا ولو يمم
بلا إذنه تيمم يان بيكر ببي إذن لم يجزي كما لو سفته ريح أو بإذنه قد يقر بإذنمي بو كو بإذنمي كوا بإذنمي كوا بأن نقل المأذون التراب للعضو كابلا يكد إذن دا هرستا أو توزي توزي هنا بصاعت ودا هنا ومسعه به ونوى العاذن كابراي عازين إجنا خوشكا نيتي هنا نيتا معتبرة مقترنة بنقل المأذون مأذونك وشي نقل كابرا نيتي هنا ومستدامة إلى مسع بعض الوجه نيتك عازيني هرما هرما حتى بصاوي دا هنا يتسعي بدي زازة درستا ولو بلا عذرين شرني إلا نخوش بعمر قوت من نخوش أجا نخوش إيش نبي ساقش بقيدنا ككابرة ودبي أود بدستي هذا كأتو دس من جد شوي أوش تش أوه كراهتي إقامة والله شنو عشان كراهتي درن درستو آوي عادر استعانة خرابة إقامة لفعل مأذونه مقام فعله مأذونك أخوان وحاشك هيجي لكن ولو بلا عذر لكن يستحب لو أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف بل يكره لو ذلك إيه ويا هذا كان خوش بين الذكرى ويجب عليه عند العجز ولو بأذرة عند القدرة عليها بفارب إذا بخرش بقري بريور تيموم من بيبكا يندس نجم في هالقرى إقامة لفعل مأذونه مقام فعله فعل مأذونه عين فعله بفرقه ومن ثم ماذا فعله هو دكان وشيكا اشترط كون المأذون مميزا دبي مأذونك مميز بأويته ممكي بذكا ولا يبطل نقل المأذون وشتوزك برناكا بحدث آذني اگا عازين لو بيني دس نششكا بعد شلي بربو مأزونكش او توزيلو برندكا هيد زرريني لو لأنه غير مباشر للعبادة سنك عازين خو عبادتك هناك مأزونك مأزونش صعبيني فهو او إشيا كزماع المستأجر في زمن إحرام الأجيري وكو كابلهك ليرا يكش ببارة دنيري دري هروح عزم لبكا ليرة بكوتيا دري بروح عزم لبكا كابرة دسي إحرامي دبستي حزيلو دكا أو كابرة إيرة لحولي ريت زماع دكا خو كابرة إنا حزي إحرامي ناش ونيا أوش أوها كذا قاله القاضي ومن تبعه قاضي حسين وأتباعي أوها فرموا بران وشبري قصتش تداهيا والمعتمد قصيت ساك أويا ما بحثه الشيخان نووي الرافعي فرمويتيا أنه يبطل دري بتار دبي لو بتار دبي لو خواه فعل كيناكا لو بتار دبي لأنه المباشر للنية سنشي نيتك عايديوية بل والعبادة عبادتك شهر إيوية لو دري مباشر عبادتين يبدي مباشر عبادته لأن معذونه إنما ناب عنه سنشي معذون صدقه في مجرد أخذ التراب ومسع عضوه به هذه مأزون هر أون ديكا توزك برندكا بتساوي ده ديني أغنى عبادتك أخوي عزينة هموشتك هر أوا ومن ثم لم يضر كفره حتى مأزون أغا كافرش بقيدين ندريت كافري ولا نقل التراب بك لا في النية المقومة للعبادة والمحصلة لها لنيتك او نياه لمجرد اخذ ترابه اخو نيت عايدي مأزون النية نيت عايدي عازينيا لا ناب عنه ادي في مجرد من حاشش لسردري الصواب هو حسبولا لا يبين دبس في مجرد اخذ ترابه ومسح عضوه بيميت لم يضر كفره في النية المقومة إنما ناب عنه في النية المقومة أو الرأس بزار مزير المتعلق بابا نابه لم ينب عنه في النية المقومة لعبادته وبه فارق المقيس عليه المذكورة أو زبوقسي
فرقي هي اذا قال ما قيسوا عليه هي كي اريد ما يديني مصالح حتزي جماعي مصالح حتزي مستعجل جماعي شي ذاك الزلالي نبو زلالي نبو بس لبندري خو مستعجل ملتبس بعبادات نبو بس ليرا انا مستعجل ملتبس بالعبادات ويؤيدهم تأيدي اقصدك قولهم لا يضر حدث معذوني بالعكس او زاري معزون اقر بايلي بربو او زرريني لو لان الناوية غيره سنشينيتك عازين هنايتي وبه فارق بطلان حجه عن الغير بجماعه لانه الناوي ثم ادي لوين دري ناويك ناويك عزيرة ادي وقيل يشترط عذر للعاذن قيل دري اگر عن جنب بدر دبي كابري اشد كبي توزلو بينه اگر نخوش بي بخو نخوش بي اگر نخوش نبي معزلتي نبي نامي لانه لم يقصد التراب ويرده ان قصد معزونه كقصده وبراوة واركانه خمسة ركن تيمم بينزا وزاد في الرولة التراب وقصده تراب قصد ترابش او حفت وقال الرافعي الاحسن اسقاطهما امام الرافعي فرميت تراب قصد ترابي نامي لو لانهم لم يعدوا الماء ركنا في الوضوء لوضوء اركان وضوء درن النية وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسحوة رأسه وغسل الرجلين والترتيب هذ بحسي ما عناك مهدم لأن أنا اشتراب هوني فكذا التراب ولأنه يلزم من النقل القصد من النقل القصد أقل فرزي عجبي هبري التراب هو وبسا قصد لوسيا قصد كهر زيادة أو زو بودو دليل او بود البودو دليل يكي قوتي وشي نقلها بقصدها يكي اوه يقوتي او ركني لوضوعه ما دم ما بي ترابيش باروك النبي لتهمومه وغزيب عن الاول جابي عن دايته لقسي كم كقوتي او ركنية ما دم ما دم ترس ترابيش باروك النبي ابي ان اشتراط التهورية المائي تهوراتي مائي لا يختص بالوضوع هو إلا خاص وضوئينية إلا خاص وضوئينية بل يشارك فيه الغسل وإزالة النجس غسل وإزالة النجس هم بآوية دبي الزفينة ما آوية بكين الركن لوضوئي برام تخوري تيمو مكنج إزالة النجس في دبي بينابي خور بينابي فلم يحسن عده ركنا للوضوء بخلاف الترابي فإنه مختص بمحل التيمم ويرد أو قصج مردود أو زوابا بمنع اختصاص الترابي أيلا أيلا بمنع اختصاص التراب ايضا ترابش الا لو تيمومينيا لوجوبه في المغلز يدي اوغري بيدر ناسي ما نموا بفساوى الماء الا ان يفرق الا قبر فرقك هي بان المطهر الثمام هو الماء قد اسمه او مطهره لكن بشرط اننا لا 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 هو الى مغلزي لكن بشرط مزه به آوها وخوتو زكا هونية خور هونية فاختص استقلاله بالتطهير بهذا ما دام وابي خاصة بتيمومي تيمومي توز إلا لو تيمومي لمغلزيش آوها وقركات سنية ما دام فحسنا فحده ركنا فيه بخلاف الماء ما دام زي خويتي تخوري بكي ركن آوي نكي بخلاف الماء ثم لوضوئه استقلاله يعني استقلال التيمم بالتطهير به بس بالتراب ها فاختص استقلاله استقلال التيمم انا استقلاله استقلال الترابي بالتطهير به بس بالتطهير به انا بالتطهير بتطهير مستقل بتطهيره او به بس بهذا يمدر بهذا بتيمم بهذا يا بابا يمن بهذا قوله بهذا اي بالتيمم عشك ودري هذا تيمومي استقلالي بتيمومي فحسنا فاختص استقلاله بالتطهير بهذا اختصاصي بتيمومي وبهذا متعلق باختصاصي وعن الثاني فحسنا عده ركنا فيه بخلاف الماء ثم بل اولى وضوء ونية او اختصاصي نية وعن الثاني
ادو مينيش قوتي يلزم من النقل القصد قوتي ما دام نقل حبي دبي قصد حبي لويا بانفكاك القصدي عن النقل زارحية نقل وقصد الشتدانية وش تسي بدليل ما مر في من وقف بمهب الريح قبل سوبرتوس باي قاصدا الترابة قصد التراب يتكرد قصد التراب يتكرد هو قصد بو سنقلش نقل والردة أقصيش مردودة أقصيش مردودة بأن المدعى أنه يلزم من النقل القصد أما مقصد من أويا يلزم من النقل القصد ما دام نقل هبو قصد هيا أتو مثالك اللي من هنا قصد هبو نقل نبو برواجيا أديم أي لوجوب قرن النية به كما سيأتي لا عكسه بالعكس كالنية لقصد نقل أبي عطاءته مثال في بيني بمهب الريح فلا يرد ما ذكر في الوقوف بمهب الريح لأن الذي فيه أنه يلزم من القصد النقل نعم قال السبكي إمام السبكي فرميتي إفراد القصد بالحكم عليه بالركنية هبرم قصد هوا أو لا من عكسه المذكور في المتن لمتني هرستايا هرستايا النقل كرديت الركن قصد كرد الشرط وهيك ونبو الأول درسي بطن ويشترط قصده لتازل قطمان العركان كي أو نقل برواجي بايا باشتر إفراد القصد بالحكم عليه بالركنية أو لا من عكسه المذكور في المتن لو سمك قصد باشترا لأن القصد مدلول التيمم المأمور به في الآية لآية تدري فتيمموا معنى أقصدوا أقصدك عيني لآية مدلول آيتك والنقل لازم له إيه نقل لازمي قصدك يا ما دام مرزومك بقوتري لازمي نري باشا ويزاب بمنع لزوم النقل له اللهم هيا بريم نقل لازم قصد النية كما تقرر وش دمدين لما هب الريح قطمة وبتسليمه لفرز بريم قصد هبي دبي إلا نقل هبي فما في المتن هو الأولى إيه متن باشتر له لأنه متن أولا قصدي قد بشرت أو زلد بها نقل قد بالركن أو باشتر له لأنه ذكر أولا المرزومة مرزومة كي قد كذا قصد رعاية للفظ الآية هو مراعاة آية كي قدو أو حق خويتي لبفة تيمم صعيدا طيبا ثم اللازمة لدواء لازمة كي قد كذا نقل لأنه المضطرد لأنه المضطرد لأنك مضطردا كلما وجد النقل وجد القصد مضطرد أويا وهو الطريق لذلك المرزوم أو نقل إيش طريق له قصدي وش نقل تكديار قصد تكديار نقل الترابي إيه كان هو نقل التراب أي تحويله من نحو الأرض أو الهواء إلى العضو الممسوح وشد مديني بنفس ذلك العضو الراس عضو كيف دابيني كان معك وسعه ويديه بالأرض ولا بد من الترتيب حقيقة دبي ترتيب شهبي أدي كابري وشي لعاوي خوي نقوم كلب به ترتيب أو إذ لا يمكن تقديره هنا لأن الرقناك أو قطمان بنفس ذلك العضو أو بغيره من مأذونه كما مر يعني دلت مأذونك ورلون بنا أو من نفسه يعني هر خويتي خوي وشي تسيها كأن أخذ ما صفته الريح من الحواء أو من الوسع كما يأتي ثم رده إليه وشي توزبع لدستي داوز بدستي خوش لبساء خوي داهين وكأن صفت على يده أو كمه يعني حتى سر إيراني أو كمكي أو حرص تبساء خوي داهين ولو قبل الوقت ولو هيستا نجنب ويستا كتوز بديدا أتو باش دمران تيمم بيبكا فما سعيده به لو لأن النقل به للوزحين إنما وزيد بعد الوقت أتو نقل كد بعد الوقت كد ياغا توز بديدا قبل الوقت يجمي زنرينيا وأفهم عبد النقل ركنا ما دام نقل ركن به بطلانه بالحدث قبل مسح الوجه أقال نقلك برندك لو بين باتش اللي بربو أو بتاردبي هل بتاردبي ما لم يتزدد النية قبل وصول التراب للوجه إلا أقال نيتشتك هنا وباشي بالي بربوني نيتشتك هنا
آه أجن يتشد كي هنا وا لو درسته لوجود النقل حينئذ أو لوجود النقل إلا تلو محذوفة شيء معنى أجن يتشد ومي هنا ودرسته لو درسته لوجود النقل حينئذ أو قبعة بيت جواب يجبو أو برسيالك يجن أجد دزنيش لأني ويا بايك اللي بتوهر ناش كي بتشو داش شيء أجن يتي نيني تو أجن يتش بين تو درسته لون يتي بين تو درستا لوجود النقل حينئذ فلو نقل من وجه إليه لوجه لو وجهي أو إلى يد ين لو يدي أي بأن حدث عليه بعد زوال ترابه بالكلية تراب آخر فأخذه ومسح به يديه لو وجه خوي مسحك أو تراب روش تراب شد كحات السوزحي هل استعد خوي بيك لو يودر وبنبي مستعمل مقصدي أو هاي أو عكس أي نقل من يد إلى وجه وكذا منها إليها ليدي لو يدي توسعة السعير ورز أو هل يكل دي أو حموي كفى في الأصحي حموي درستا لو لوجود حقيقة النقل ولو أخذه أقرأ توزي ورقر ليمسع به وجهه فتذكر أنه مسعه يدعو بيرها تؤمن مسعهم كردبو بابالو دستي بي بالو دستي بي زازا أن يمسع به يديه درستا أو ليديه يعني أو زاري من توزك هنا لو دستي زانا أنه مسع وجهه لأبي وجهي مسعي وجهي كرديا فبانا أنه لم يمسعه لدعو معلوم بمسعي وجهي نكرديا زازا مسعو به درستا بوجهي دابيني لو لأن قصد عين المنقول إليه لا يشترط على المعتمد شردنية عين بري أو توزي لو تساوي دين ميان لو دستي دين توزد هنا وزحن جيب حر خوتا شيء اندر فيويز بولا تساوي لدستي بيندر دابين وثانيها دو من نية استباعة الصلاة بري نية ما يخواه أن يجلخ حرار دكم ونحوها مما يفتقر للطهري يعني بري نية ما يتوافي لخو حرار دكم دزدان القرآن لخو حرار دكم أوها وسيأتي تفصيل ما يستبيعه لموضوعش بعض دكين دخوة تسيب حرار دبي تسيب حرار نبي ولو تيمم بنيتها بنيتها بنية استباحة ظنن أن حدثه أصغر لباب حدثي أصغر تيمم كر فبان أكبر لذا معلوم حدثي أكبر إلى السرع أو عكسه يعني بالعكس لباب حدثي أكبر إلى السرع تيمم كر لذا معلوم حدثي أصغر صحة هم يدرسته بخلاف ما لو تعمد بس بعمدان لباتي حدثي أصغر بكات أكبر أكبر بكات أصغر نابي نظير ما مر في نية المغتسل أو المتوضئ من غير ما عليه إذا سنجي شهر أوهاب أويش أقر بعمدان قم بيكردنا بعمدان بنابي بس أقر نبيل سويان أوهابي أو قيدناك مع سبزن إخوي واتحاد النية والاستباعة في الحدثين هنا لا يقتضي الصحة مع التعمد. فذلك سيكبر يقع عمدني في ما تسقيديا تيمم حتى يمم سلو حدثي أصغر بي سلو أكبر بي باستباعك هر يكا حدثي أصغر تيممي بكا سيلو درستا لو حدثي أكبر إش بكا هر أويلو درستا وفرقي نيا هو دري واتحاد النية والاستباعة في الحدثين هنا لا يقتضي الصحة مع التعمد مقتضي الصحة النية كما فكرنا خلافا لما وقع لابن الرفعة أو فرميتي قيدنا لا نية الرفع الحدث درست نية بري نوية الرفع الحدث أو الطهارة عنه يعني بري طهارة نية استباحة الصلاة لا نية الرفع الحدث أو الطهارة عنه أو لا نية الرفع الحدث أو الطهارة عنه يعني لا نية الرفع الحدث أو الطهارة عنه نية الطهارة الحدث أو إيش درس نية أو إيش درس نية لو لأنه اسم كتيمم لا يرفعه رفع حدث هناك أقر رفع حدث كردبا وإلا لم يبطل بغيره كرؤية الماء تيمم كالعاودي دسمي شلو دشي أقر رفع حدث كردبا هو يك ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنوب أتو جنوبوي نشدك جنوبوي ديار الرفع حدثي نبوة فسماه جنوبا مع تيممه لو إفادة لعدم الرفع نعم
لو نوى بالحدثي لأن نويت ولا فار حدثي دقت بدس من الجيش براسي دانبو هذه دقت سيدا أبو المنع من الصلاة هل مقصد في منع أبو وبرفعه رفع كجدر إذا قال رفع الحدثي شي براسي دانبو رفعا خاصا بالنسبة لفرض ونوافل مقصد في أبو يجنو يجيب كم دقل في السنة لك استباحة هو لك استباحة أقع أوهابي زاز كما هو ظاهر لأنه نوى الواقع حقيقتها الواقع تنبيه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر صليتا سريع في تقريره على إمامته نوجد كردو بزنابة تجبوي معنى ديار نوجد كنوجد وإمامتيش كرديو أو تقريرك تقريرك نيقول نوجد كد قلاكوا وحينئذ فإن قيل بلزوم الإعادة إيه أجد أبي أجر بس رماك دي ونيا إيه أجامة برين دبي إعادة بكاتوا طبعا خرج أجر بس رما تأمومي بكاد بي إعادة بكاتوا نوش ونيا إيه أجر كابلا إعادة إلى سربي أشكلا إشكالا أولو بأن من تلزمه لا تصح إمامته الإمامة تدرسني عالم لدوي بكات كلو حضرتنا يفرموا أي عالمين نوش كتان بكنوا أو بعدم لزومها أدي أقبرم أو خديني كردنا ويناوي أشكل بأن المتيمم للبردي تلزمه الإعادة وقد يزام بأنه إنما يفيد صحة صلاته أزد فرمي صليت خب أحسي قضائنها أحسي قضائنك صليت وأما صحة صلاتهم خلفه أدي أوان كالدويان كرديا فهي واقعة حال محتملة حالك وضعك قومايا مع احتماليتها أنهم لم يعلموا بوجوب الإعادة حالة الاقتداء أو أن زانية قلاك النوي دوي سوانا قلاك النوي دوي فزاز اقتداؤهم لذلك لو هندي درز اقتداء بك وحينئذ فلا إشكال أصلا وصلنا الله سيدنا محمد الله وتطوعي رحمة الله يا رب. Thank you.